الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين آمين. قال الإمام الدارمي رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في سننه: وما زلنا مع كتاب الصلاة، رحمه الله، باب ما يستحب من تأخير العشاء. قال: أخبرنا حجاج بن منهال وعمر بن عاصم قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أنبأنا عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ذات ليلة حتى كاد أن يذهب ثلث الليل، قال: أو قريبه. قال: فجاء والناس رقد رضي الله عنهم وهم عزون وهم حلق، فغضب صلى الله عليه وسلم فقال: لو أن رجلا نادى الناس. وقال عمرو رحمه الله: ندب الناس، قال: إلى عرق أو مرمتين لأجابوا إليه وهم يتخلفون عن هذه الصلاة. لهممت أن آمر رجلا ليصلي بالناس ثم أتخلف على أهل هذه الدور الذين يتخلفون عن هذه الصلاة فأضرمها عليهم بالنيران. وقال رحمه الله: أخبرنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أعتم رسول الله بالعشاء صلى الله عليه وسلم حتى ناداه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد نام النساء والصبيان. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم. قال: ولم يكن أحد يصلي يومئذ غير أهل المدينة. وقال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أنبأنا ابن جريج قال: أنبأنا المغيرة بن حكيم أن أم كلثوم بنت أبي بكر أخبرته عن عائشة رضي الله عنها ورضي الله عنهم جميعا أنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل ورقد أهل المسجد، فخرج صلى الله عليه وسلم فصلاها فقال: إنها لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وقال رحمه الله به ختم الباب: قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال: أنبأنا سفيان عن عمرو وابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ورحمة الله عليهم جميعا عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة ذات ليلة فقيل: يا رسول الله، الصلاة، نام النساء والولدان. قال: فخرج صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الماء عن شقه ويقول: هو الوقت لولا أن أشق على أمتي. جزاكم الله خير. هذا الحديث كله فيها مسائل كثيرة، مسائل الكلام على العشاء، وصراحة هذا الحديث من الأهم مكان حديث الأول، لأنه فيه مسألة عظيمة، وهي أنه قال نادى الناس إلى عرق أو مرمتين لا أجابوا إليه وهم يتخلفون عن هذه الصلاة العشاء والفجر، يعني لهممت أن أمر رجلا ليصلي بالناس ثم أتخلف إلى أهل هذه الدور الذين يتخلفون عن هذه الصلاة فأضرمها عليهم، إيش؟ فأضرمها عليهم بالنيران. هذه فيها دلالة على أنها على أن هذه الحديث جاءت في المنافقين، لأنهم بيستدلون بهذه الحديث عليه على وجوب صلاة الجماعة. والصحيح أن صلاة الجماعة ليست واجبة، هي أصلا فرض كفاية أو يقال مستحب على قول الجمهور، والحديث الذي تمسكون به أنه أهم أن يحرق عليهم بيوتهم. الإجابة: فعل؟ لا، لم يفعل. صحيح ولا لا؟ لا. لماذا لم يفعل؟ للتغليظ، وفعل ذلك للتغليظ. لكنه هنا الحديث كله سياقه في من؟ المنافقين. في المنافقين. السياق كل الحديث اللي جاءت في التحريق كلها سياقه في المنافقين. إذا لا دلالة لهم في هذا الباب. لا دلالة لهم في هذا الباب. وفي الحديث مسائل: المسألة الأولى هو تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، وأخر الصلاة حتى خفقت رؤوسهم وهم ينامون، وهذه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها الوقت لولا أن أشق على أمتي. وهذا احتج به جمهور العلماء على أفضلية تأخير صلاة العشاء، وإن كان الشافعي يقول الأفضلية في العموم الصلاة على وقتها، يعني على أول وقتها، وهذا حديث حج عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لولا المشقة، قال لولا أن أشق على 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 أمتي، قال إنها إن هذا هو الوقت لولا أن أشق على أمتي. وكان من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا اجتمعوا صلى، وإذا تأخروا تأخر معهم حتى يجتمعوا. فالصحيح هو تعجيل هو تأخير صلاة العشاء، والأدلة على ذلك كثيرة، من حديث عائشة: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعتم رسول الله ذات ليلة، يعني ذهب أغلب الليل، عامة الليل، ورقد أهل المسجد فخرج فصلاها وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وأيضا من الدلالة على أن التأخير هو الأفضل عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة ذات ليلة، فقيل: يا رسول الله، الصلاة
نام النساء والولدان فخرج وهو يمسح الماء عن شقه وهو يقول هو الوقت لولا أن أشق على أمتي. وأيضا عن سيار ابن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي قال فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. كل هذه أدلة دلالة فيها دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤثر تأخير صلاة العشاء وهذه هي الأفضلية. المسألة الثانية ثقل صلاة العشاء على المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل صلاتين على المنافقين العشاء والفجر. العشاء لأنهم بعد النهار يجدون في أنفسهم التعب والإعياء فينامون عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعوا إلى مرمتين لأتهما ولو حبوا. وتعلمون أن المنافق ينشغل بالدنيا عن الآخرة، يكون حاله كحال الحديث الذي جاء به، كان الحديث في ضعف، حمار بالنهار جيفة لا ليس لله حق عنده في الليل ولا في النهار حتى لله حق له في هذا الباب. نعم. هو أحمد أتانا بحديثه هو قال أن النفس قال أخروها في تأخير البركة، حسن الألباني. عامة الأدلة كثيرة على بيان أن الأفضل هو التأخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في دين. أو واحد ما تلاقيه غبي يعرف أنه يعني هو أدية الغباء. يعني تعرف أسوأ شيء مش الغبي، لا، الغبي الذي يلبس ثوب الذكاء ويقف يدور معك ويلف وهو من الغباء مكان لكن يحسب أنه ذكي، هذه أسوأ شيء على الإنسان. خصلتان تشتمل. أحمد بالراحة لنفسك الله يكرمك. الله مستعان. لذلك قال خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في دين. واستدل العلماء هنا الجمهور بوجوب أو الحنابلة بوجوب صلاة الجماعة بهذا الحديث لأنه هم أن يحرق عليهم. قلنا هذا لا يستقيم معهم، لا يستقيم معهم. ليش لا يستقيم معهم بقى؟ ليش السياق مقيداته في الصلاة ممتاز. السياق هنا يقيد أن التحريق كان لمن؟ وفي حديث أليس الهم عمل قلبي يثاب عليه العبد عاقب حديث إن كان حريصا. بلى، الهم الذي صار عزما فقط ليس الهم. قال لقد هممت أن أحرق عليهم بيوتهم. نعم هو هم ولم يفعل والهم هنا كان تخويفا وتغليظا، كان تخويفا وتغليظا ولكنه لم يفعل. فالحقيقة أن هذه الأدلة يعني هذا الحديث يعني اتخذوه عمدة لكن ليس فيه روح دلالة عندهم. ويستدلون أيضا بقوله للأعمى تسمع الأذان قال لبي إذا فلبي. ويستدلون بحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني الصلاة تبطل أيضا. وده اتخذه ابن تيمية في أن الصلاة في الجماعة في المسجد شرط. والأدلة كثيرة جدا على أنها مستحبة وليست واجبة. منها حديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب 27 درجة. الأفضلية هنا أفضل أفعل تفضيل، يبقى إذن في فضل في الاثنين ولا لا؟ وهو كيف يأثم أصلا له فضل وله درجة. والأمر الثاني قال لنا من صلي معنا ألستم برجلين مسلمين؟ قال صلينا في رحالنا، قال صلينا في رحالنا. فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث أبي موسى الأشعري. نعم. وأنه وهذه فيها دلالة على أنه من توضأ وصلى في بيته ثم بعد ذلك تكلم عن صلاة الجماعة لكنه أقرها بالصلاة منفردا. ومن فوائد الحديث في قوله أعتمى المقصود شدة الظلام. وقد ورد النهي عن إطلاق العتمة على صلاة العشاء تنزيها بقولهم لا تغلبنكم الأعراب عن صلاتكم هذه فإنهم يعتمون على الإبل وإنها العشاء. وهذا على بيان على أنها على الكراهة وليست على التحريم. يبقى آخر وقت العشاء الصحيح الراجح كما قلنا أمس أن آخر وقت العشاء هو الفجر. لعموم قوله سلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، إنما التفريط
في اليقظة أن يؤخر المرء الصلاة إلى أن تجيء صلاة الأخرى، وصلاة الأخرى هي صلاة الفجر بعد وضوء الفجر. الفوائد المستنبطة من السنة تأخير العشاء، السياق من المقيدات، لأنه جاءت على إيش؟ على المنافقين في التحريق، فيبقى التحريق كان للمنافقين فقط. النظرة المقاصدية، الشريعة مرنة النظرة المقاصدية، من وين بقى هذه يا أحمد؟ إنه لو وقتها ولولا أن أشق على أمتي لا صليت في هذا الوقت. ويستفاد منها أيضا أن النوم ليس ناقضا، تخفق رؤوسه. لكن الشافعي قال النوم ممكن المقعدة، على الوصف الذي جاء فيه صحابة رسول الله ينامون تخفق لا يكون إلا أنه قاعد. تفضل يا أحمد، لا بأس له الشفاك العافيك. نعم في النظرة المقصدية أيضا يؤخذ من قولي لهممت، يعني نعم، والنظرة المقصدية أيضا يؤخذ من قولي لهممت، ممتاز ممتاز، وأنها نظر على التغليظ والتخويف. السنة حوت كل شيء. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.